تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تخرج اليوم الدفعة التاسعة من مهجري حي الوعر في حمص إلى مدينة جرابلس شرقي حلب، ويأتي خروج الدفعة التاسعة ضمن اتفاق توصلت إليه لجنة التفاوض في الحي مع نظام الأسد برعاية الروسية، يقتضي بإجلاء الراغبين على دفعات والمقدر عددهم ب20,000 إضافة إلى فتح الطرقات وإدخال المساعدات. استعادت قوات مكافحة الإرهاب العراقية السيطرة أمس على المنطقة الصناعية الشمالية التابعة لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى من احتلال داعش. يأتي هذا التقدم بعد سيطرة القوات العراقية على حي وادي عقاب وحي غانم السيد الصناعي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بعد اشتباكات مع مسلحي داعش. قال مصدر في الشرطة العراقية أمس الثلاثاء إن تنظيم داعش أعدم نحو 40 سجينا غربي محافظة كركوك شمالي العراق، غالبيتهم من مقاتليه العرب والعراقيين الذين أدينوا بتهمة التخاذل والفرار من مناطق القتال في مواجهة القوات الأمنية خلال معارك محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تزويد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي بالسلاح لقتال داعش في مدينة الرقة شمال سوريا. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن تلك القوات هي الجماعة الوحيدة التي يمكن أن تنجح في تحرير الرقة في القريب المنظور. هذا ولم يحدد بعد جدول زمني لتسليم الأسلحة التي لم يعرف حتى الآن نوعها. بعد أدائه اليمين رئيسا جديدا لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أبدى مون جاي إن استعداده لزيارة كوريا الشمالية وللتفاوض مع الصين والولايات المتحدة بشأن منظومة الدفاع الصاروخي ثاد. وكان مون الذي ينتمي للحزب الديمقراطي قد حقق فوزا كبيرا بالانتخابات التي جرت اليوم بعدما حصل على 41.14% من الأصوات. أمل الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون أن تستطيع أوروبا السير إلى الأمام مجددا في رسالة مصورة وجهها بمناسبة يوم أوروبا. وقال ماكرون مرشح حركة إلى الأمام الذي انتخب يوم الأحد الماضي رئيسا للبلاد، قال إنه لن يكون رئيسا مكتوف اليدين. تمكن النشطاء الاندونيسيون من دعاة حماية البيئة من إنقاذ قرد أمهق نادر من فصيلة إنسان الغاب من الأسر في جزيرة كاليمانتان. وبين الفحص البدني المبدئي أن القرد أنثى وتبلغ من العمر 5 أعوام ومن نوع يصنفه الصندوق العالمي للحياة البرية بأنه في خطر شديد للانقراض. نهاية الموجز، في أمان الله.